تركيا انتصرت على واشنطن والناتو في معركة روسيا وأوكرانيا، فوز ساحق للدبلوماسية التركية. منذ اليوم الأول للغزو الروسي لأوكرانيا أدانت تركيا بشكل واضح العملية العسكرية واعتبرتها حالة حرب، ورغم ذلك فإن موقفها لم ينسجم مع الموقف الأمريكي والغربي من العملية. وفق مراقبين فإن أنقرة لم تفرض عقوبات على روسيا كما فعلت أمريكا والاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لن تتخلى لا عن روسيا ولا عن أوكرانيا، وأنها ستسعى للوساطة للوصول لحل سلمي، وقامت بالفعل باستضافة جلسات حوار بين الطرفين. وأوضحوا أن روسيا وأوكرانيا من خلال تصريحاتهما يبديان قبولاً للموقف التركي المتوازن. وفي هذا السياق يقول محللون إن هناك عوامل عديدة أثرت على الموقف التركي غير المنسجم تماماً مع واشنطن والناتو. العامل الأول هو تشابك العلاقات التركية الروسية خلال السنوات الماضية، فقد عقدت أنقرة وموسكو عدة اتفاقيات لإدارة الوضع في شمال سوريا، ومن الواضح أن الهدوء النسبي في إدلب وشمال غربي سوريا عموماً هو نتيجة لهذه الاتفاقيات، ولا يمكن لتركيا أن تضحي بحالة الهدوء في الأراضي السورية على حدودها من خلال إغضاب روسيا. العامل الثاني هو الاقتصاد، فتركيا تعيش حالة من ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الليرة. بلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 20 مليار دولار عام 2020، فيما يطمح الطرفان تركيا وروسيا للوصول به إلى 100 مليار دولار سنوياً. كما أن حوالي 6 ملايين سائح روسي يزورون تركيا سنوياً، بما يعنيه ذلك من دخل كبير للميزانية التركية، مشيرين إلى أنه لا يمكن لتركيا أن تتنازل عن هذه العلاقات الاقتصادية، خصوصاً أنها اختبرت التأثير الهائل على الاقتصاد التركي جراء توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية من قبل طائرة تركية عام 2015. أما العامل الثالث فهو العلاقة الملتبسة بين تركيا من جهة والناتو وواشنطن والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، فلم تقف واشنطن وحلفاؤها في الناتو وأوروبا موقفاً جدياً مع تركيا أثناء خلافها الشديد مع روسيا عام 2015، عندما اضطرت لشراء منظومة الدفاع الروسية S-400 تعرضت للعقوبات الأمريكية. وفي نفس الوقت تشهد العلاقات التركية مع أوروبا توتراً وارتباكاً مستمراً منذ سنوات بسبب شرقي المتوسط. هذه العوامل دفعت صانع القرار التركي لعدم التخلي عن علاقاته مع روسيا في وقت لم تتمكن فيه من الحصول على مزايا وعلاقات خاصة مع الغرب، وبانتظار نظام دولي محتمل متعدد الأقطاب.